ترخيص او احنا لما اشترينا العقار اشترينا كلنا شقة تمليك من صاحب العقار دوت، كل واحد شقته واشترينا الاسانسير واشترينا اللي على كده منطقة ترفيه الاعطال العادية يعني، بنجيب عندنا مهندس صيانة. فده يعني هذه الاسلاك الشائكة، يعني انتوا مش شايفين ان الاسلاك دي غير امنة بالنسبه للسكان العقار النساء والاطفال؟ هو غير امنه، بس احنا في خيالنا ما فيش حد هيفتح الفتحه دي وينزل كده، هو حتى ما صدرش. يعني بعيدا عن الاسانسير، السور هنا واطي جدا، بعيدا عن قصه الاسانسير، السور واطي تمام، ممكن حد وهو نازل لا قدر الله، يعني شوفوا حضراتكم السور يعني قد ايه هش، قد ايه هو ترخيص او احنا لما اشترينا العقار اشترينا كلنا شقه تمليك صاحب العقار دوت، كل واحد شقته واشترينا الاسانسير واشترينا اللي على كده منطقه ترفيه الاعطال العاديه يعني، بنجيب عندنا مهندس صيانه. فده يعني هذه الاسلاك الشائكه، يعني انتوا مش شايفين ان الاسلاك دي غير امنه بالنسبه للسكان العقار النساء والاطفال؟ هو غير امنه، بس احنا في خيالنا ما فيش حد هيفتح الفتحه دي وينزل كده، هو حتى ما صدرش. يعني بعيدا عن الاسانسير، السور هنا واطي جدا، بعيدا عن قصه الاسانسير، السور واطي تمام، ممكن حد وهو نازل لا قدر الله، يعني شوفوا حضراتكم السور يعني قد ايه هش، قد ايه هو زي ما حضراتكم شايفين كده. ده المكان اللي سقط منه الضحيه، هذه الاسانسير، المنظر كان كده بالظبط، الاسانسير تعطل، هو حاول ان هو ينزل من هذا المكان، يقفز من هذا المكان فتعلق وسقط من هنا من هذه الفجوة زي ما حضراتكم شايفين كده. ده التصوير الاول، الفيديو الاول من مكان حادث سقوط ومصرع احد سكان هذا العقار من داخل الاسانسير بعد تعطل الاسانسير بسبب انقطاع التيار الكهربائي. بننقل لحضراتكم المشهد كاملا امام حضراتكم.